السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مرت بنا ليالي تطرقنا فيها لجوانب من سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وها نحن في هذه الليلة نقف عند آخر حلقة من هذه الحلقات المباركة، حلقات سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الإنسان الكامل، ذلك العبد الرسول، ذلك القدوة الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. في السنة التاسعة من الهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون العدة لغزوه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين في مؤتة بقيادة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، ما يسمى بجيش الأمراء، فأعد الروم العدة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد صلوات ربي وسلامه أن يبادرهم قبل أن يبادروه، فأمر الناس بالاستعداد إلى الخروج إلى تبوك. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والتورية هي أن يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا غير مراده. فعندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الشام فيسأل عن طريق اليمن، ماذا نجد في طريق اليمن، وكم مرحلة نستغرق، وما هي المياه التي نمر عليها، وهكذا. فهذه التورية. في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري، بل صرح ووضح أنه يريد تبوك وأنه يريد نصارى الشام، وأمر الناس أن يستعدوا، وكان ذلك في رمضان، وتجهز الناس للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا الجيش بجيش العسرة، وذلك لضيق ذات اليد وقلة ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وأن يبذلوا أموالهم لهذا الجيش. فجاء عثمان بن عفان بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بها صلوات ربي وسلامه عليه، وقال مقولته: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم أمر الناس بالخروج، ولم يعذر أحدا صلوات ربي وسلامه عليه، وتخلف عنه في هذه الغزوة خمسة أصناف لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول وهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الأعذار والمبررات، وهم ليسوا كذلك، لا عندهم أعذار ولا عندهم مبررات، ولكنهم لا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من أمرهم النبي بالبقاء صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن مسلمة الذي جعله واليا أو أميرا على المدينة، وكعلي بن أبي طالب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ليرعى أهل بيته. والصنف الثالث وهم المعذورون من المرضى والجرحى والعمي والعرج وغير ذلك، هؤلاء لا يستطيعون القذار، والفقراء كذلك
الذين جاءوا النبي يبكون لا يجدون ما يحملهم عليه. الصنف الخامس وهم الذين ليسوا من أهل القتال من الشيوخ والنساء والصبية، هؤلاء ليسوا من أهل القتال أصلا. الصنف الرابع عفوا. والصنف الخامس وهم بعض العصاة الذين تكاسلوا وتماهلوا وخذلهم الشيطان فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن في قلوبهم النفاق، ولكنها معصية من المعاصي. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك. أثناء خروجه بعد أن تجاوز المدينة بقليل تكلم بعض الناس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له. فحزن علي رضي الله عنه من هذه الكلمة، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وقال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبية، يعني وأنا من أهل القتال وليس لي عذر ولست أميرا على المدينة، لأن الأمير الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، أبقيتني مع النساء والأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. فطيب النبي خاطره وقال أرأيت لما خرج موسى لميقات ربه وأبقى هارون في قومه وقال اخلفني في قومي، ترى هل كان في ترك موسى لهارون منقصة؟ لا، كذلك إذا تركتك ليس في ذلك منقصة. فطابت نفس علي رضي الله عنه ورجع إلى المدينة. أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر على ديار ثمود، فنزلوا هناك، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يأخذون من الماء هناك بعض الآبار لشربهم أو لطبخ طعامهم وغير ذلك. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشربوا من هذا الماء ولا تتوضؤوا منه، ومن عجن عجينا فليطعمه الخيل، بهائم دواب، أما أنتم فلا تكون. لماذا؟ قال لأن هذه ديار معذبين. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا مررتم بهذه الديار ديار المعذبين فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، بحيث أن الإنسان يعتبر كيف صنع الله بهم، كيف كانوا وإلى ماذا صاروا، فيعتبر العاقل مما يرى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الحج أو كما سيأتينا عفوا في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج وخرج من عرفة إلى مزدلفة مر في طريقه على المكان الذي عذب فيه أبرهة وجنوده، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان أسرع صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه ديار معذبين، مكان عذب فيها أقوام. أما أن يذهب بعض الناس إلى أمثال هذه الأماكن يصورون ويضحكون ويمرحون وكأن شيئا لم يكن فهذا من الجهل. الله تبارك جعل هذه الأمور عبرة يعتبر منها الإنسان وينظر كيف صنع الله بمن عاد أولياءه وكيف صنع الله بمن كانوا من أوليائه بحيث نصرهم سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المسلم يعتبر من هذه ثم بعد ذلك يستفيد في حياته. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقدر الله تبارك وتعالى أمرا، وقدر النبي وأصحابه أمرا، خرج النبي للقتال وأراد الله تبارك وتعالى أن ينصرهم بدون قتال، حيث ألقى الله الرعبة في قلوب النصارى الروم، ألقى في قلوبهم الرعب، فما أن سمعوا وقد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ما أن سمعوا بقدومه
حتى دب الرعب في قلوبهم فتركوا أموالهم وهربوا راجعين. فرجع النبي غانما صلى الله عليه وسلم منتصرا من غير قتال. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي بيني وبينهم شهر، مسافة السفر مسيرة شهر، ونصرني الله عليهم بالرعب، ألقى الرعب في قلوبهم سبحانه وتعالى. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، في الطريق حادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعيره، ضل بعير النبي ضل، فقال النبي لأصحابه: اذهبوا فابحثوا عنه في هذا الوادي أو ذاك الوادي. فقال بعض المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر أحدا وأمر الجميع بالخروج، فبعض المنافقين اعتذروا وبقوا، وبعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض المنافقين: انظروا إلى محمد يزعم أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين كان بعيره. فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أعلم إلا ما أعلمني الله تبارك وتعالى. نعم، لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، لا أعلم إلا ما أعلمني الله، وقد أعلمني الله الآن أين بعيري، اذهبوا إليه في المكان الفلاني. وحدد مكانه صلوات ربي وسلامه عليه، وأخبر أنه عاقته شجرة، حيث إنه تعلق عقاله بغصن شجرة فلم يستطع الفكاك منها، فقال: اذهبوا إليه تجدونه في المكان الفلاني. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن نعتقد جازمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. صلى الله عليه وسلم قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا يقول أهل العلم: إذا سئل أحد عن مسألة فهل يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يجب أن يقول الله أعلم فقط؟ قال أهل العلم: المسألة تنقسم إلى قسمين، إذا سئل عن أمور الشرع، عن الدين، عن الحلال والحرام والعبادات وما شابه ذلك، فنعم يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول أعلم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. وأما إذا سئل عن أمور الدنيا، مثلا سألك أين فلان، أو متى ستذهب، أو أين سأجد كذا، لا يجوز أبدا أن تقول الله ورسوله أعلم، بل تقول الله أعلم وحده سبحانه وتعالى، النبي لا يعلم صلوات ربي وسلامه عليه. وأثناء عودته حاول بعض المنافقين أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحاولة السابعة الآن، هذه المحاولة السابعة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نأتي بجانبه إذا جاء عند العقبة ثم نرميه من فوق الجبل صلى الله عليه وسلم، وادي العقبة، قال: نلقيه هناك صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى نبيه يخبره الخبر، فالتفت فرأى مجموعة من الرجال قد تلثموا وأقبلوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، يظهرون أنهم يريدون مرافقته، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير طريقهم، قال: اذهبوا من ذاك الطريق. فخافوا وانحرفوا، وكانوا قد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أمرا مهما، الآن مرت بنا سبع محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، من بني قريظة، من بني قينقاع، والآن هؤلاء في العقبة، واليهودية التي سمت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمير ابن وهب، وشيبة طيب ابن عثمان، ابن شيبة بن طلحة، كل هؤلاء وغيرهم جاءوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل قتله أحد منهم؟ أبدا. لماذا؟ الله يحميه سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ألقي في روعي، وهذا نوع من أنواع الوحي، أن يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أبدا لن تموت نفس، ما في إنسان يموت قبل أجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
كما أنك لا تتأخر عن ميعاد موتك كذلك لا تتقدم عن ميعاد يومك عن ميعاد موتك أبدا لو اجتمع عليك أهل الدنيا. وإذا قال النبي لابن عباس: واعلم أن الأمة ليس واحدا ولا اثنين ولا أهل قرطبة ولا أهل الكويت، لو الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، خلاص انتهى الأمر. النفع والضر بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن هنا النبي لم يقتل صلوات ربي وسلامه. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركة دخل حتى مات على فراشه وهو يقولها على فراش الموت، يقول: سبحان الله، ما من شبر، ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وين ما تحط شبر تصيب شيئا، جرحنا 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 هنا 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 في جسده كله. يقول: ما في موضع شبر سليم، يقول: ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. ليش خايفين؟ لماذا تخافون؟ لا يخاف أحد. ها أنا ذا ترونني ما من معركة إلا دخلتها وضربت وطعنت ورميت، ومع هذا ما قدر الله أن أموت إلا على فراشي. وذا قيل: يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. الآجال محددة، سواء آجال النبي صلى الله عليه وسلم أو آجال غيره. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى تبوك، جاءه بعض المنافقين وقالوا: يا رسول الله، قد بنينا مسجدا ونريدك أن تصلي في هذا المسجد، يعني افتتاحية تبرك هذا المسجد بصلاتك فيه، ثم بعد نتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك، الآن أنا ذاهب إلى تبوك، إذا رجعت أمر عليكم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن بين الله تبارك وتعالى السبب الذي من أجله أقيم هذا المسجد. هذا المسجد قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، تصور مسجد كفر، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي تجميعا لمن حارب الله ورسوله من قبل. حكم الله على بناء هذا المسجد، مو هذا اللي احنا فيه، ذاك المسجد. طيب، حكم الله عليه. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى، غير هذا المسجد الذي أسس على الكفر. مجرد أن نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك، أرسل أصحابه فأحرقوا ذلك المسجد. وذاك حكم أهل العلم أنه إذا بني مسجد ضرار فإنه يحرق ولا يحول، يحرق، لأن المسجد لا بد أن تكون أساساته قائمة على التقوى. أما قضية والله نحوله إلى مسجد خير، لا أبدا، يهدم ويبنى من جديد على التقوى. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرق هذا المسجد الذي بناه المنافقون. نرجع الآن، قلنا أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخلف خمسة أصناف. الآن هذه الأصناف، الآن ننظر كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الأول الذين أمرهم النبي بالبقاء، فهؤلاء مطيعون لأمر الله وأمر نبيه.
وكذا الصنف الثاني وهم العرجة والمرضى والفقراء، هؤلاء كذلك معذورون عذرهم الله تبارك وتعالى. وكذا الصنف الثالث من النساء والصبيان والشيوخ، هؤلاء كذلك ليسوا من أهل القتال معذورون. بقي صنفان، بقي المنافقون والعصاة، بقي المنافقون والعصاة. أما المنافقون فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، أنا صار لي ظرف كذا، وأنا لي فوجئت بكذا، وأنا كنت كذا، وكل واحد يعتذر بأعذار ويحلف بالله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما يظهرون علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن كنتم صادقين فقد قبلت منكم، وإن كنتم كاذبين فالله أعلم بكم سبحانه وتعالى. وقبل من المنافقين، بقي العصاة. العصاة الآن عشرة الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا منافقين، لكن استزلهم الشيطان، أخطأوا عصوا. هؤلاء العصاة سبعة منهم جاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم، وثلاثة منهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنه لا عذر لهم، قالوا ما عندنا عذر، استزلنا الشيطان، أخطأنا، قصرنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، أمر النبي أن يعاقبهم، فقال لا يكلمهم أحد، وهجرهم 50 يوما صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم، حتى قال الله تبارك وتعالى عنهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني وصلوا إلى مرحلة خلفوا، أي خلفوا عن قبول عذرهم، أي لم يقبل النبي عذرهم صلى الله عليه وسلم، إنهم لا عذر لهم. فقال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما حد يكلمهم، ما حد يسلم عليهم، لا حد يجلس معهم، بل إن النبي وصل إلى مرحلة بعد 40 يوما قال لتعتزلهم نساؤهم أيضا، حتى حريمهم يروحون بيوتهم تقعدوا معهم، تأديبا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. حتى تمت 50 ليلة ووصلوا إلى مرحلة يعني طهروا تماما مما وقع منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا بعد أن ضاقت تماما قال الله تبارك وتعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فصارت هذه التوبة بالنسبة لهم كأنهم ولدوا من جديد، كأنهم ولدوا من جديد، ويكفيهم فخرا أن الله يذكرهم بأنه تاب عليهم ويحددهم بثلاثة، بس ناقص يقول أسماءهم: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، وكل الناس تعرفهم. حتى إن كعب بن مالك لما بشر بهذه الآية وأن الله تاب عليهم، الذي أتاه البشرى نزع قميصه وأعطاه إياه ما يملك غيره، ثم الآن يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استعار قميصا ليلبسه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه السنة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في رمضان هو حج، ذهب إلى تبوك، بعد الرجع أمر بالحج، وحج بالناس أبو بكر الصديق ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وأمر أبا بكر الصديق وأرسل معه عليا وأبا هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعلنوا للناس أربعة أمور. الأمر الأول: لا يدخل الجنة كافر، ما في كافر يدخل الجنة، من الآن نخبركم، تريدون الجنة أسلموا، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحجن بعد هذا العام مشرك، آخر سنة يدخل المشركون إلى مكة. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال:
ولا يحج بعد هذا العام مشرك. ثم قال ولا يطوف في البيت عريان. كان المشركون أحيانا يطوفون عراة حول البيت ويرون هذا من العبادة، هذا من الجهل، استزلهم الشيطان. كما قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال بعد ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال ولا يطوف في البيت عريان. الأمر الرابع من له مدة، يعني عاهده النبي وأعطاه مدة، فإلى مدته، يعني العهود مستمرة لن أنقض العهود. يقول صلوات الله عليه وسلم أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كانت له عهود فعهوده إلى المدة التي أعطيها. على كل حال حج أبو بكر بالناس في هذه السنة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العام، العام التاسع، يسميه أهل العلم بعام الوفود، ويسمى بهذا الاسم عام الوفود لأنه وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة، وأكثر هذه الوفود جاءت تسلم، جاءت تعلن إسلامها، وبعض الوفود جاءت يعني لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقيم معه معاهدات أو غير ذلك من الأمور. ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان مختصمان، الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، وكلاهما من بني تميم. أتى النبي يختصمان، فالمهم تكلم الزبرقان بن بدر ومدح نفسه، ثم التفت إلى عمرو بن الأهتم وقال وهذا يعلم ذلك، يعني يعلم مكانتي ومنزلتي وصولتي وجولتي، قال وهذا يعلم ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن الأهتم فقال عمرو بن الأهتم نعم يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، شديد العارضة بالجدال قوي، إنه لشديد العارضة مانع لجانبه، يعني ما يخلي أحد يعتدي عليه، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني القريبون منه يطيعونه. فغضب الزبرقان من هذا الكلام مع أنه ظاهره مدح، قال شديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه، هذا ظاهره مدح. فغضب الزبرقان بن بدر قال والله يا رسول الله إنه ليعلم عني أكثر من ذلك، ولكن يمنعه الحسد، حسدني، عشان كذي ما قال ليش ما ذكر إلا هذه الأمور. فقال عمرو بن الأهتم أنا أحسدك؟ ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله إنه للئيم الخال، أحمق الوالد، حديث المال مضيع في العشيرة، قلب عليه. لئيم الخال يعني أخواله ما يشرفون، أحمق الوالد، والده أحمق، حديث المال يعني جاء من فقر، كان فقيرا الآن صار غنيا، حديث المال مضيع في العشيرة، يعني لا يطيعه إلا الأقربون، لكن في العشيرة مضيع لا يلتفتون إليه. والله يا رسول الله، الآن عمرو بن الأهتم يقول والله ما كذبت في الأولى لما قلت أنه شديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنه، ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الأخرى، حتى الأخرى اللي قلتها ترى صدق هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني كان يقول سحرني بيانك، يعني كلامكم مرتب وجميل، قال إن من البيان لسحرة، يقول صلوات ربي وسلامه عليه. انقضت هذه السنة وهي السنة التاسعة، وجاءت السنة العاشرة، وفي ذي القعدة من هذه السنة حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة التي يقال عنها أو تسمى بحجة الوداع، مع أنها حجة واحدة، هي أول حجة يحجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وهي أيضا تسمى بحجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحج، وذهب فعلا في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، ورجع في أواخر ذي الحجة في نهاية السنة العاشرة، بعد أن وصل إلى المدينة وعاد من الحج ودخلت السنة الحادية عشرة،
بدأ العد التنازلي، ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدد عليه في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. دخل عليه عبد الله بن مسعود وإذا هو يعرق عرقا شديدا صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن مسعود: يا رسول، إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك رجلين منكم، مضاعف، أوعك رجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، يعني كما أن الله يضاعف لي الأجر كذلك يضاعف لي البلاء. لكن الإنسان لا يظن إذا ابتلي أن الله ما يحبه، لا، أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، وفتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، هذا عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انتهت المدة التي لك لأنك أديت الواجب الذي عليك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تقصر يا محمد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ صلوات ربي وسلامه، حتى قال لأصحابه يوما: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. بلغ كل ما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم مرض صلى الله عليه وآله وسلم في صفر، بدأ المرض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استمر معه إلى ربيع الأول، وكان مرضه شديدا، حتى إن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض أراد أن يقوم للصلاة، يريد أن يخرج المسجد، والمسجد تعلمون أنه ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج فسقط مغميا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: قربوا لي الماء. فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قام يريد أن يذهب إلى المسجد فسقط بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ما استطاع أن يقوم، أغمي عليه يعني مرة ثانية. فلما أفاق قال: صلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: قربوا لي الماء. فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، وقام إلى الصلاة فسقط الثالثة صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قال: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ماني قادر، خلاص، كان يقول ماني قادر، حاولت ثلاث مرات أحاول أن أقوم ولا أستطيع. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر في الناس 12 يوما والنبي مريض صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم من الأيام، خلال هذه الأيام، استدعى النبي عائشة أم المؤمنين، وكان يعني قد مرض في بيتها، استأذن من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا عائشة. قال: يا عائشة، أين الدنانير السبعة التي أعطيتك إياها؟ قالت: محفوظة. قال: تصدقوا بها، لا أريد أن يبقى عندي مال، تصدقوا بها. قالت: نعم يا رسول الله. ثم أغمي عليه. فلما أفاق قال: يا عائشة، ما صنعت بالدنانير؟ قالت: موجودة يا رسول الله، هي مشغولة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: موجودة. قال: تصدقي بها. فتصدقت بها. قال: الآن، يعني الآن ارتحت. وهذا يدلنا على النبي لم يترك شيئا لأولاده، ميراث ما ميراث، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، 7 دنانير. قال: لا، حتى تصدقوا بها، حتى يتصدق بهذه الدنانير السبعة صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: ما ظن محمد بربه إن لقيه وهذه الدنانير معه لم ينفقها، يقول صلى الله عليه وسلم. قال: أنفقوها. فأنفقها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاءت فاطمة
بنته تعوده وهي الوحيدة التي بقيت، وإلا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياتي، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب وأم كلثوم ورقية كلهن أو كلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقيت إلا فاطمة، فهي الوحيدة التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصيب بجميع أولاده. فجاءت فاطمة وقفت جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اقتربي، فاقتربت منه فسارها، أي قال لها سرا، فبكت رضي الله عنها. فلما رأى بكاءها قال اقتربي، فاقتربت فسارها مرة ثانية فضحكت. فلما قامت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءتها عائشة أم المؤمنين، فقالت لها ما رأيت قريبا من بكاء إلى ضحك من هذا، بكيت ثم ضحكتي، ماذا قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يريد أن يسمعك كان أسمعك، هو الآن قال لي سرا أنا أقوله لك، إيش فائدة السر؟ ما فائدة السر؟ فسكتت عائشة رضي الله عنها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذا الموضوع يشغل بال عائشة، فرأت فاطمة فسألت قالت الآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبريني بحقي عليك، لأنها بمنزلة أمها، لأن مرتبوها، مع أن عائشة أصغر من فاطمة بثمان سنوات تقريبا. فقالت لها أسألك بحقي عليك، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكيت ثم ضحكت. قالت سارني الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وهذه السنة عارضني القرآن مرتين، ولا أظن إلا إنه أوان أجلي، هذا وقت وفاتي، فبكيت. فلما رأى بكائي سارني ثانيا قال إنك أول أهلي لحوقا بي، ألا يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ تقول فضحكت. خرجت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه سواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، نظر إليه هكذا، فالتفتت عائشة النبي، انتبهت عائشة فقالت يا رسول تريده، تريد السواك؟ قال نعم، فأخذته من عبد الرحمن ثم قضمته بفمها، قطعته، قطعت الرأس، يعني أوجدت رأسا جديدا، ثم نظفته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطته إياه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وذلك تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بين سحري ونحري، يعني هذا السحر وهذا النحر، هنا مات على صدرها، تقول مات بين سحري ونحري، وكان من رحمة الله بي أنه مس ريقي ريقه قبل أن يموت، يعني من السواك هذا وضعته في فمي ثم أعطيته إياه فوضعه في فمه، فكان آخر ما مس ريق النبي هو ريقي رضي الله عنها، وصلوات ربي وسلامه على محمد. تقول ثم استاك النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء وقال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال في الرفيق الأعلى. تقول عائشة وما من نبي يموت حتى يخير، يعني تريد الدنيا أو تريد أن تموت؟ فعلمت أن النبي يخير الآن، فقال في الرفيق الأعلى، يعني اختار ما عند الله تبارك وتعالى. وقبل هذه الحادثة بثلاثة أيام كان النبي قد خرج إلى أصحابه، يعني تعافى قليلا، وذلك يوم الخميس، عفوا يوم الـ نعم يوم الـ يوم الـ والله نسيت أي يوم الآن، هو توفي يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه، نعم أظن يوم الخميس خرج النبي إلى أصحابه رضي الله عنهم، أو قبل يوم الخميس بيومين خرج إلى أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قد ربط عصابة على رأسه من الألم، وقال لهم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد فعجبنا من أبي بكر،
يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا بهذا؟ يقول فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول في صلاة الفجر، كان أبو بكر يصلي بالناس، فأمر النبي عائشة أن تقيمه، يريد أن يرى أصحابه، فنظر من كوة المسجد، كوة الدريشة الصغيرة هذه، نظر وإذا هم يصلون خلف أبي بكر، فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأنس كأن وجهه فلقة قمر، شوف شو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما رآه أن جمعهم الله تبارك على الخير وعلى الطاعة، ثم دخل إلى بيته مرة ثانية. في هذا اليوم في الضحى يوم الاثنين فاضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء ملك الموت وقبض تلك النسمة الطيبة المباركة، خير نسمة نزلت على وجه الأرض، وهي روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. توفي يوم الاثنين ضحى صلى الله عليه وسلم، غسلوه وكفنوه، ثم صاروا يصلون عليه أفرادا، ما صلوا على الرسول جماعة أبدا، لأنه من يتقدم يكون إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون عليه كل واحد الحالة، الرجال والنساء، يدخل هذا يطلع هذا، يدخل هذا يطلع هذا، أبدا كل واحد يصلي وحده على النبي، ما صلوا جماعة النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، كل واحد يصلي عليه وحده. واستمر حالهم هذا إلى يوم الثلاثاء كامل، إلى يوم الاثنين كامل، ويوم الثلاثاء في الليل ليلة الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الثاني عشر يوم الاثنين توفي، في الثاني عشر من ربيع الأول ودفن، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في الثالث عشر من ربيع الأول صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دفنوه ورجعوا يقول أنس أظلم كل شيء في المدينة، يقول فلما قدمت لقيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أنس دفنتم رسول الله؟ قلت نعم. قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ شو قدرتم؟ كيف استطعتم تكتون التراب على الرسول؟ أنتم في الدنيا لو يجي أي شيء تدفعون عنه، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ يقول أنس وبكت وبكيت ولم أستطع أن أقول شيئا رضي الله عنه، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم معه في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.